أسهمت الرؤية الاستراتيجية للطاقة في مصر في حدوث تطور سريع في صناعة البترول والغاز الطبيعي، ما أدى إلى الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والتحول إلى التصدير بفضل تطور هياكل البنية الأساسية وتشجيع الاستثمار في مجال الاستكشاف. ينعكس ذلك وهذه الرؤية تنعكس على حياة المصريين وعلى الارتقاء بها من خلال التوسع في استخدام الغاز الطبيعي لتوفير بيئة نظيفة وتحقق مكاسب اقتصادية، وذلك بناء على تكليف مباشر من الرئيس السيسي، والذي أطلق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ووجه بزيادة عدد محطات الوقود لتموين السيارات بالغاز في مختلف أنحاء الجمهورية بهدف استيعاب أكبر كتلة ممكنة من المركبات على مستوى الدولة. هاتفيا معنا الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة والبترول. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. وكنا لسه بنتحدث عن هذه الرؤية الاستراتيجية في الطاقة في مصر. الحقيقة أنه حدث تطور هائل جدا في صناعة البترول والغاز الطبيعي، لو تكلمنا عما حدث إلى الآن دكتور جمال. دعني أطرح ليك يمكن حجم الإنجازات واللي تم تقييمها في خلال الخمس سنوات. كان التقييم حتى على المستوى العالمي كان تقييم مفاجأة لكثير من الاقتصاديات العالمية وكثير أيضا المؤسسات الائتمانية والاستثمارية العالمية. ما يحدث في مصر من تقييم الدولة في خلال خمس سنوات من شح للطاقة إلى وفرة للطاقة وأيضا فائض في الطاقة، أيضا قدرات في اكتشافات اقتصادية غيرت مسيرة أو التصور لدى الاستثمارات الأجنبية في مصر، مما جعل لها سياق مختلف عما كان سابق ومختلف أيضا بالمقارنة لكل الدول داخل القارة الإفريقية وداخل منطقة الشرق الأوسط. دخل تقييم مصر ملف الطاقة يعني بالأولوية الأولى، خلى تقييم مصر عالميا استثمار مؤمن رقم 3، ويمكن 6 دول مؤمنة استثماريا على مستوى العالم وأولى الدول على مستوى إفريقيا. أرجع لنقطة مهمة جدا، يعني يمكن ما وصلت إليه مصر الآن من إنتاج من الغاز الطبيعي يصل حوالي 7.6 مليار قدم مكعب غاز يومي. لدى الدولة أيضا إمكانيات تفوق ال 30% زيادة فيما يتم إنتاجه. لدينا استراتيجية واحتياطي كبير للأجيال القادمة يصل لأكثر من 20 سنة. إذا هذه النظرية هي أصبحت الآن تطبيق حقيقي لدى الدولة المصرية، وبالتالي مسار الدولة المصرية وملف الاقتصاد المصري تماشى مع حجم إنجازات ملف الطاقة، لأن العمود الفقري لأي اقتصاد عالمي هو ملف الطاقة، وبالتالي تأمين الطاقة يعني تأمين الاقتصاد، يعني ثبات الاقتصاد، يعني نوع من الثقة لدى الاستثمار الأجنبي في أن يكون دولة لديها فائض من وفرة من الطاقة ولديها أيضا مستوى سعري للطاقة يتماشى مع هذه التحديات. ويمكن هذا المستوى الفعلي من الطاقة خاصة من الغاز الطبيعي دكتور جمال يعني هو الذي أدى في نهاية الأمر إلى إطلاق الرئيس السيسي مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. طبعا ضمن إطار هذه المبادرة وجه الرئيس بزيادة عدد محطات الوقود لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الجمهورية، مبادرة هامة جدا للتحويل من يعني وسائل الطاقة التقليدية المعروفة إلى الغاز الطبيعي. خليني أقول لك صدى الشارع بكل متطلباته يلقى قبول لدى القيادة السياسية، وبالتالي صدى الشارع كان تساؤلات كثيرة جدا. أولى هذه التساؤلات، هل هناك بديل للوقود الاقتصادي من البنزين والسولار؟ هل أيضا لدى الدولة نوع من إعادة تقييم لمستوى السيارات وهذا الازدحام الشديد وأيضا مستوى السيارات وتهالكها والتي تسير في الشارع دون حساب ودون رادع؟ هناك أيضا كثير أيضا من التساؤلات لدى الشارع في أصبحنا دولة لديها فائض من الغاز، ماذا يستفيد المواطن من هذا الغاز؟ إذا كل هذه التطبيقات التي ردت عليها القيادة السياسية كان رد تطبيقي عملي واضح. خليني أقول لك استفاد الشعب المصري بالدرجة الأولى من وفرة الغاز الطبيعي في توفير كافة ما تتطلبه محطات الكهرباء لا تصل لأكثر من 68 محطة للكهرباء، 3 محطات ميجا بروجكت أو بنسميها مشروعات عملاقة، العاصمة الإدارية البرولوس بني سويف الكريمات. كل هذه المحطات أدت إلى أن تكون مصر لديها فائض من الكهرباء يصل إلى أكثر من 38% فوق ما تحتاجه الدولة المصرية، وبالتالي احنا بنتكلم على مستوى يصل في خلال إن شاء الله 2023 إلى مستوى 50%
زياده قدرات من الدوله من الانتاجيه، تستطيع دوله مصر ان يكون لديها نوع من الربط الكهربائي، تجاره الكهرباء عالميا، وربط ايضا الربط الكهربائي الافريقي الاوروبي من خلال الدوله المصريه ومركزيتها، وايضا الربط الافريقي الجنوب اسيوي من خلال الدوله المصريه، وبالتالي محوريه مصر في ملف الغاز الطبيعي، وفره الغاز الطبيعي الذي ادى الى وفره الكهرباء. النقطه الثانيه وصداها لدى الشارع ايضا وقبول من القياده السياسيه لهذا والمطلب من الشارع، وهو توفير وتذليل كل العقبات لتوصيل الغاز الطبيعي الى الشوارع، الى المناطق او الوحدات السكنيه. ده جعل هناك نوع من توفير الغاز الطبيعي الذي يصل الى اكثر من 1,200,000 وحده، خلانا نصل في اقل من 3 سنوات لتغذيه اكثر من 6.2 مليون وحده سكنيه، بالاضافه الى ما كان تم توصيله في خلال 20 سنه السابقه حوالي 5.6 مليون وحده، لتصل قدرات مصر حتى الان من توصيل غاز طبيعي الى اكثر من 11.6 مليون وحده سكنيه لدى مصر. القياده السياسيه تستهدف ان شاء الله خلال السنتين القادمتين ان يكون لدينا قدره على الوصول باكثر من هذا الرقم مضاعف الى الوحدات السكنيه، وتسجيل ايضا وربط كل المناطق بعد الانتهاء من البنيه التحتيه لديها. البنيه التحتيه اللي انا اقصد بيها ان حاجات من توصيل غاز طبيعي قد لا تكون من السهوله توصيلها دون ان يكون هناك خريطه للصرف الصحي في هذه المناطق، وبالتالي هناك ملفين في وقت واحد يتم تسجيلهم وتطبيقهم، هو توصيل المرافق للقرى لاكثر من 4,240 قريه مستهدفه في خلال 3 سنوات القادمه، وبالتالي خطه الغاز متماشيه مع خطه الصرف الصحي الى كل قرى مصر، حتى يكون هناك كرامه للمواطن المصري من ان يكون لديه الغاز الطبيعي داخل المنزل، وليس هناك داعي الى البحث عن انبوبه البوتاجاز او ان تكون هناك اي ازمات مستقبليه لازمات البوتاجاز. وبالتالي ايضا هناك نقطه ثالثه للغاز الطبيعي وتطبيقاته، وهو مبادره القياده السياسيه الى تحويل جزء كبير جدا من السيارات المصريه، وهذا المستهدف في الشريحه الاولانيه. يمكن المبادره تشمل 3 فئات من شرائح المجتمع، رد للمواطن المصري على بديل الوقود الاقتصادي، لان كل التقييمات ولدينا يعني نموذج قديم حديث للدوله المصريه في تحويل واستخدام الغاز الطبيعي في السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار، ووجد انها تمثل نوع من التوفير الاقتصادي يصل الى اقل من 50% من بالمقارنه لاسعار البنزين والسولار. النقطه المهمه، وهي ان هناك كثير من السيارات تسعى يعني داخل الفضاء المصري فسادا من خلال تفويت كثير من العصب الافتراضي لمواتورات هذه السيارات. صحيح، وهذا بيؤثر على البيئه طبعا. وبالتالي هذه السيارات الان لديها نوع من الاحترام، لان القياده السياسيه احترمت هذا المواطن، احترمت ايضا تذليل العقبه في تغيير سيارته اللي هي بتؤثر على الصحه العامه اللي بتستهلك جزء من الوقود كبير، وبالتالي كانت هذه المبادره نوع من التحفيز لدى المواطن في انه يتم تخريب هذه السياره مقابل جزء مالي يستطيع ان يكون نوع من العربون المبدئي لاستخدام سياره نظيفه حديثه جديده تدخل السرور على المواطن نفسه بالدرجه الاولى، وبالدرجه الثانيه توفر له جزء من الوقود الاقتصادي، وبالدرجه الثالثه تامين لصحه المواطن المصري. والنقطه الاخيره ايضا ان استراتيجيه الدوله المصريه باقتصادياتها بتتماشى مع الاستراتيجيات العالميه لتقليل حجم الانبعاثات الكربونيه، وعند النقطه دي في مطلب عالمي، ويمكن كثير من الشركات العالميه سواء الامريكيه والاوروبيه انتهجت هذا المنهج منذ سنتين في تحويل كثير من المصانع لديها لانتاج المحرك من استخدام الوقود المزدوج سواء اذا كان البنزين او الغاز الطبيعي، وبالتالي الى هذا الانتهاج تسعى اليه الدوله المصريه من خلال هذه المبادره لتحويل جزء كبير جدا من المحركات لهذه السيارات داخل القطر المصري بالمحركين مزدوج الوقود، وايضا تحويل جزء من السيارات التي لم يصل عمر الافتراضي لها الى ازيد من 20 سنه في ان تكون هذه السيارات تذليل كل العقبات لتحويل المواتير بتاعتها الغاز طبيعي، اما ب
التقسيط البسيط الذي يصل إلى بضع شهور، وبالتالي توفر وتقلل أي نوع من الضغط على المواطن من خلال تذليل كل العقبات، سواء بالتقسيط أو أيضا بانتشار عدد من الورش على مستوى 28 محافظة. النقطة الأخيرة لم تكن لم يكن لدى الدولة أيضا المصرية أن يكون لديها حق هذه الخيارات من المبادرة والسعي فيها دون أن يكون هناك نوع من التأمين المالي والذي وفره البنك المركزي، نوع أيضا من البنية التحتية التي تحفز وتؤمن وتجعل الثقة لدى المواطن أنه وفرت المحطات على مستوى الجمهورية كلها. قطاع البترول المصري دايما نجاحاته واضحة ودايما خطواته ثابتة لها استراتيجية محددة تسعى أيضا القادة السياسية من خلال قطاع البترول المصري أن يكون هناك استهداف لزيادة عدد هذه المحطات بمتوسطات تصل إلى أكثر من 8 إلى 10 محطات على مستوى المحافظات المصرية كلها. وبالتالي الكلام ده يحتاج في أقل من سنتين. إحنا بنسعى في خلال 2021 كما تم التصريح عنه من قطاع البترول المصري 1000 محطة عددها سوف يصل من محطات الغاز الطبيعي وتأمينه على مستوى جمهورية مصر العربية. النهارده لدينا حوالي 336 محطة بنستهدف قد هذا الرقم مرة ونص. بنستهدف أيضا أن يتم تقييم المحطات التي لديها مساحات من الأرض ومساحات أيضا في تدعيم الوحدات التمويل بالبنزين والسولار بوحدات الغاز الطبيعي. ويمكن انت وكثير من الساده المواطنين شافوا داخل القاهره الكبرى بعض المحطات لديها ثلاث انواع من الوقود مزدوجه، لديها الطاقه الكهربائيه، لديها البنزين والسولار، ولديها ايضا التمويل بالغاز الطبيعي، وبالتالي ده يعطي نوع من الثقه لدى المواطن ان وحدات الغاز الطبيعي ومحطات التموين بتاعته منتشره في سهوله ويسر، ويتم التطبيق عليها اعلى معايير الامن والسلامه الصناعيه لهذه المحطات من خلال مراقبة قطاع البترول المصري، وأيضا قبول قطاع البترول المصري للتصنيف الأمن والسلامة التي تتماشى مع المعايير العالمية لأي نوع من وحدات الغاز اللي تم إنشائها. ممتاز جدا. طب دكتور جمال، يعني واخيرا، يعني هذه الرؤيه الاستراتيجيه للطاقه في مصر، الحقيقه انه بقى فيه ما يطلق عليه سله للطاقه، يعني مصر بتستهدف مجموعه كبيره من يعني المواد التي تؤدي الى تنوع الطاقه، هيكون عندنا طاقه نوويه جديده ومتجدده من الشمس والرياح، بالاضافه طبعا الى الغاز والبترول. كيف ايضا رايت هذه الرؤيه التي تعتمد على سله من الطاقه؟ سؤال جيد جدا استاذ شادي. خليني اقول لك من ناجات الاقتصاد المصري اختلفت عن ما كان قبل ذلك من كثير من النماذج والحلول والتطبيقات في خلال الحكومات السابقه. خلال 5 سنوات دولت كان استهداف صنع القرار من القياده السياسيه وايضا دعم الحكومه وتطبيقاتها ايضا وتنفيذها لكثير من المهام التي وكلت بها، وكانت مهام صعبه جدا ان تحول دوله فيها كثير من نقص من امدادات الطاقه بكل انواعها لدوله لديها القدره في 5 سنوات. هذا انجاز قوي جدا وكثير. وخليني اقول لك يمكن هناك دراسه من وكاله الطاقه الدوليه لما حدث في مصر ان يكون نموذج يحتذى به اما للدول التي لديها حوجه في الطاقه كالدول الافريقيه بالدرجه الاولى، وبالدرجه الثانيه بعض الدول الاوروبيه والدول الاسيويه. بالتالي النموذج المصري تماشى مع منهجية الاقتصادات العملاقة الكبار اللي هي بتعتمد على إنتاج الطاقة الكهربائية من 5 شرائح من مصادر مختلفة من الطاقة. المصدر الأول وهو يمكن اعتمدت عليه كل من الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا والهند، وهو إنتاج الكهرباء بنسب تصل ما بين 44-52% من الفحم الحجري بمعدلات تلوث لا تزيد عن 3%. النقطة الثانية وهو استخدام أيضا مشتقات الوقود الإحفوري سواء إذا كان سولار أو مازوت بنسب تتراوح ما بين 5% للنفط أي المازوت نفسه وما بين 13-21% للغاز الطبيعي. بالنسبة لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية عالميا مستوى الاقتصادات العالمية تراوح ما بين 15-18%. بالنسبة للطاقة الكهرومائية سواء كانت طاقة المياه
والسدود ما بين 9 ل 11% والطاقه المتجدده معدلاتها تصل ما بين 14 ل 21%. دعني اطرح لك النهارده مستوى هذا الملف بيتماشى مع المعايير العالميه، ملف الطاقه وسله الطاقه وتنوعاتها لدى الدوله المصريه. دعني اطرح لك هذه الارقام. طيب بس سريعا يا دكتور علشان الوقت بيداهمنا، اتفضل. الطاقه المتجدده الدوله المصريه بالنسبه للمعادله العالميه، احنا النهارده بنتكلم على مستويات وصلنا ليها تصل الى حوالي 19% انتاجيه من الطاقه المتجدده سواء الطاقه الشمسيه او الرياح وصلت ليها الدوله المصريه بالمقارنه للمعادله العالميه. النقطه الثانيه، بنستخدم الغاز الطبيعي، وصلنا لارقام كبيره جدا، يمكن مستويات تصل 60% بلس، ولكن احنا بنستهدف كلما زادت مستوى انتاج الطاقه المتجدده سوف يقل الاستخدام للغاز الطبيعي، ويكون الغاز الطبيعي في تطبيقات اخرى اعدتها واعدها ملف الحكومه والقياده السياسيه في الفتره القادمه كقيمه مضافه من انتاج الغاز المسال ومن انتاج الاسمده ومن انتاج البتروكيماويات. ولكن هناك الان ملف الطاقه النوويه، ويمكن يعني تم ارساء العطاء على كثير من الشركات الان التي سوف تقوم بعمليه البناء لجسم المفاعل، واحنا بنستهدف ان شاء الله في افتتاح المفاعل النووي المصري 4 وحدات تصل لحوالي 4800 ميجا واط ان شاء الله في خلال 2023، الوحده الاولانيه ثم تليها الوحده الثانيه والثالثه والرابعه، وبنستهدف 8 مفاعلات نوويه في هذه المنطقه وهي منطقه الضبع. النقطه الرابعه وهي منطقه دعم منطقه السدود لدى مصر، اعاده تقييم منظومه ملف السد العالي لمستويات تعود على اعاده صيانه التوربينات، وصلت بمستوى تصل من 2300 ميجا واط ل 2200 ميجا واط. ايضا اعاده تقييم منظومه خزه اسوان 1 وخزان اسوان 2 واثنا ونجا حمادي، بالاضافه الى قناطر اسيوط الجديده اللي وفرت 1000 ميجا واط. دعني برضو اطرح اخر نقطه، وهي ان هذه السله التي نجحت فيها الدوله المصريه نجاح يعني فوق تصور كثير من الحسابات العالميه، وايضا المشروعات العملاقه اللي كانت تحتاج الى اكثر من 10 سنوات تم اختصارها في 3.5 لـ5 سنين، وبالتالي منظومه الطاقه لدى مصر قوه اعطت للاقتصاد المصري نوع من الاريحيه في ان تكون معادله الاقتصاد المصري متزنه في الصناعه، ومتزنه ايضا في انتاج الكهرباء، ومتزنه ايضا في محوريه الدوله والخلطه العالميه التي يسعى لها الاستثمار العالمي. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وعلى كل هذا الكلام العلمي والشرح. اشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال القليوبي، استاذ هندسه الطاقه والبترول.